السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة. اليوم أقدم لكم فوائد الحبة الطيبة أو حبة الحلوى. هذه البذور ذات المنافع الكبيرة للصحة، خاصة للنساء. من فوائد حبة الحلوى أو الحبة الطيبة أنها تعالج آلام البطن لدى الكبار والصغار، يعني مجربة تعالج آلام البطن يعني في نصف ساعة بإذن الله. كما أنها تزيد من الهرمونات الأنثوية، أيضا تساعد على تنزيل الدورة وتقويتها. أيضا من فوائد الحبة الطيبة أو حبة الحلوى أنها تعالج القولون، بحيث تقوم بإنزال كل الفضلات العالقة. أيضا من فوائد حبة الحلوى أو الحبة الطيبة أنها إذا جمعناها مع الحلبة تساعد في التخفيف من نوبات الهلع والخلع، وتساعد على الاسترخاء. أيضا مفيدة للأطفال الصغار، ولها الكثير من المنافع الصحية للجسم. إن شاء الله أكون قد أفدتكم. لا تبخلوا علينا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم الجديد أول بأول فور نشره، وأرجو منكم دعمنا بوضع علامة لايك أو الإعجاب بهذا الفيديو لكي يتوسع ويستفيد منه جميع الناس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.